وسلم, you know, in this love, he in his in the hope that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam will do karam, he wrote this qasida and he presented it in the bargah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Most of you are aware of the account. To lead us in the recitation of the qasida tul burda, I would like to request the Mubarak Olad, the son of my blessed Sheikh Kareem, Hazrat Sabdada Peer Wasif Mahmood Sahib Arshadi, to come forward with Mohtaram Sufi Hafizor to lead us in the recitation of the Qasida Tul Burda Sharif. Allah Akbar, Ya Rasulullah, Arjaya, Zindabad, Zindabad, Allah, Oh Allah, Oh Allah, Oh Allah, Oh Allah, Oh Allah. All the Sangi, the brothers, joining as we always do in the love of the Sheikh and the Qasaid of Imam Shafuddin al-Busiri. Alhamdulillahi munshil khalqi min adami thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من علم ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا العامر الناهي فلا عهد عبر في قول لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بريء من
أكرم الخلق ما لمن علوذ به سواك عنده لولي الحديث العمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا.